المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت يمتنع عن التصويت على موعد وأهداف ضربة إيران. هذا الامتناع أثار عدة تساؤلات. القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية قالت إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني حول قضية الهجوم على إيران استمر لنحو 4 ساعات، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار، وانتهى بالامتناع عن التصويت على ضربة الرد على إيران. صحيفة يديعوت أحرنوت قالت إن الهدف من الامتناع كان تأجيل التصويت والموافقة حتى وقت قريب جداً من الهجوم من أجل الحفاظ على عنصر المفاجأة، فيما رجحت القناة 12 الإسرائيلية أنه سيتم التفويض لنتنياهو وجالانت عبر الهاتف إذا لزم الأمر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد اشتكى في عدد من المناسبات من تسريبات وزراء في الكابينت للمداولات السرية التي تجري، وكانت توجه الاتهامات إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ولحد الساعة لم تعلن إسرائيل بعد عن تفاصيل ردها. في المقابل قالت طهران إن أي رد سيواجه بهجوم واسع النطاق.